مساء الورد، مساء الحب، مساء السعاده. عاوز منكم بدايه الفيديو دعوه حلوه لامي، وكمان ما تنسوش تضغطوا لايك، واذا لسه ما عملتوش متابعه صفحتي اعملوا متابعه، وتعالوا معايا هندخل مع بعض المطبخ، هنعمل مع بعض ان شاء الله اكله حلوه قوي هتنفع. انا شايفاها تنفع على فطار، تنفع تعمليها على غدا، تعمليها على عشاء. زهقانه من الاكل التقليدي وزهقتي ومعدتك وجعاكي، هتعمليها سريعه وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. يلا مع بعض على المطبخ نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. بس عايزه لايك، وما تنسوش دعوه حلوه لامي، وكمان ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميله، لان تعليقاتكم هي اللي بترفع الفيديوهات وتخليها ان شاء الله الصفحه توصل لاكبر عدد من المتابعين. لايك 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 لايك، ويلا نشوف مع بعض الوصفه وانتظر رايكم ان شاء الله. طيب يلا، اول وصفه دي هتكون وصفه خفيفه كده تنفع على فطار او عشاء، وهنعمل برده وصفه الكوسه على السريع كده بطريقه لذيذه. عندي مشروم، وعندي اتنين بيضه ومعجون طماط، وكمان عندي شفتوا دي الزهره اللي هو القطع الصغنونه خالص اللي بتطلع منك لما بتيجي تحمري. القطع الصغيره دي بعبيها في علبه وبخليها عندي. هحط معلقه زيت زيتون وهنزل عليها بالزهره المتقطعه صغنن جدا. انت تقدري طبعا تكسري شويه زهره وتعمليها كده تحمريها، هتشوحيها تشويحه وتشيليها وتحطي مكانها المشروم اللي احنا قطعناه سلايس، وبرده تديله تحميره، مش تحميره عاليه، بص زي كده زي التشويحه بتاعت الزهره. وخلاص هتيجي بقى هنا كده في بوله، عندي كده معلقتين من الطحين، وعندي الفلفل حلقات ورشه ملح وفلفل اسود ونص كوبايه من الحليب السائل. حطيت نص كوبايه الحليب على الطحين، وهضيف عليهم بعد ما اخلطهم البيض، والبيض متضاف عليه فلفل اسود وكمون وبابريكا وشطه. لو انت مش عايزه شطه تستغني عن الشطه. الوصفه دي لو انت زهقانه من اللحوم ومن الحاجات التقيله على العشاء او كده، تقدري تعملي الطبق ده فيه يعني بروتين، وبروتين فيه عالي ورهيب رهيب رهيب، متكامل، وجبه متكامله، سواء كان البروتين او فيجيتابل خضروات فيها اللي هو الزهره نوع من انواع الخضار يعتبر، يعني انا شايفه ان هي حليب كالسيوم. الوجبه دي جميله جدا حتى لو تعمليها لاولادك، تمام؟ الولاد ما بيحبوش مثلا الزهره، تقطعيها صغير خالص كده او تبشريها زي ما انت شفتوها كده في البدايه، وتحطيها في البيض، هتبقي انت عملتي يعني مش عارفه زي العجه بس عجه زهره، ماشي؟ بعد كده تحطي خيار مخلل سلايس، هلبينو، اي حاجه عندك حطيها. انا حطيت خيار مخلل ومعلقه معجون وفلفل حلقات بس كده. وبعد كده نزلت بالمشروم المشوي والزهره المشويه اللي احنا شوحناها كده، هتقلبيهم. شفتوا بقى ان طعم الزهره هيبقى بيعض كده وطعمه زي العسل في الاخر. هتجيبي بقى الطاسه بتاعتك نظيفه وحاطه فيها نقطه صغيره من الزيت، هتنزلي عليها بالخليط ده كامل. بعد كده هتغطيها بالغطا وهتسيبيها لمده 3 دقائق، ما بتاخدش وقت. عايزه تطلعيها كده طلعيها، عاوزه تقلبيها الناحيه الثانيه تاخد تحميره اديها تحميره، وبس كده. شوفوا الجمال. انا حطيت عليها شويه جبن بارميجان وبس. عايزه تحطي موتزاريلا حطي، عايزه تخليها ساده بدون اي جبن كيفك. بعد كده تقلبيها بقى في الطبق واستمتعي بيها. شايفين الجدار من تحت الاطراف تبقى مقرمشه شويه، ومن تحت طبقه مقرمشه كده جميله. عارفين هقول لكم شبيهه ايه؟ كانك، انا بفتحها عشان اوريكم، كان خبزايه، كانك صنعتي خبزايه وعليها الخليط الجميل ده اللي هو متكون من مشروم وزهره وفلفل وكده وزيتون وخيار مخلل. جميلة. قدمت معاها طبق طاجن فول مدخن، فول عادي خالص، وحطيته بس في حمايه وغطيته، وزيتون وشاي الحليب وعيشي. تعالوا لي بقى في الوصفه الثانيه اللي هي الكوسه بالبشاميل. طبعا انا خلصتها وحطيتها بالقصدير وسبتها شويه. شوفوا جمالها، شوفوا جمالها، شايفين شايفين الجمال؟ الكوسه وهي مشويه كده في البشاميل، عاوز اقول لكم حوار تاني بقى، دي تحفه. دي بقى تعمليها كده وجبه حتى دلوقتي ايام الحظر، اعملي الطاجن الجميل ده وتجمعوا عليه تدفوا كده وجميل وحلو قوي. هتجيبي الكوسه تقطعيها مدور وتحطي معلقه سمنه وتفضلي تحمري فيها لغايه ما توصل كده تتلسع من كل ناحيه. اوكي، تتلسع من كل ناحيه. وهنا هتجيلي في خلاط، هتحطي لتر حليب، لتر الا ربع حليب، وعليه معلقتين كبار من الطحين، ومعلقتين جبنه فيتا، ومعلقتين جبنه
اسمها ايه، جبنه سائله، وكمان هتحطي عليها قشطه هتضربيها وتسخنيها على النار بس كده. لحمه المفرومه، لحمه مفرومه بتاعتك نص كيلو مع بصلايه مع طماطمايه مع فلفل الوان، وهتديله تحميره بس، مفيش اي حاجه تانية نعملها. هتيجي بقى هنا، انا طبعا عاملاها معاكم قبل كده كتير بس لازم اشرحها معاكم. هتيجي بقى تاخدي الخليط اللي احنا عملناه السائل، الكريمه الخطيره دي، هتجيبيها من غير ما تبقى بشاميل وتتعبي على على ايدك ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده. الطريقه بتاعتي دي جميله، هتحطي طبقه من تحت، بعد كده تنزلي بالكوسه المشويه، شوفوا منظر الكوسه مشويه وزي العسل كده ملسوعه من كل حته ومدوره كده وشكلها جميل غير الطوليه دي. كنت انا واخده الفكره دي من ساره قريبتي وحبيبه قلبي، ويعني ربنا يحفظك يا ساره ويخلي لك لاولادك. بس كده هتبداي بقى ان انت حطينا الكوسه، وبعد كده هحط تاني بشاميل، بعد كده هجيب اللحمه المفرومه بتاعتي وهنزلها. بصوا اللحمه المفرومه عامله ازاي، مش عاملاها ناعمه قوي، دي مش لحمه مفرومه اللي هي مهريه، لا قطع زي لحمه صغنونه خالص كده زي الستيك، تمام؟ يعني تاخديك مثلا ثلاث قطع من اسمه ايه ده، البفتيك، وقطعيهم سلايس سلايس سلايس، بعد كده قطعيهم مكعبات مكعبات مكعبات، فاهميني؟ يعني فهمتوا الشرح، شريحه طويله، بعدين صغنن صغنن صغنن، واديله التحميره بقى مع البصل والتوميتا والفلفل الالوان، هيبقى بالمنظر اللي زي العسل ده. هتحطيه في النص او تحطي لحمه مفرومه عاديه بس كده ولا حاجه تانية. هتجيبي بقى اسمه ايه ده، الكريمه بتاعتك او البشاميل، وهتبداي تحطي، طبعا هو مش بشاميل عادي، مش بشاميل عادي، لا ده انت عملتيه بمزاج عالي، حاطه فيه قشطه جمر، حاطه فيه جبنه فيتا، حاطه فيه جبنه موتزاريلا، حاطه فيه جبنه اسمها ايه ربي، الكاسات اللي هي الجبنه السائله، عبود شيك جبنه سائله، بعد كده ضربتيهم في الخلاط وحطيتيهم على النار بمعلقه زبده، وفضلتي تحركي لغايه ما خدتي القوام الناعم ده، مش قوام تقيل. طيب هتجيبي بقى كل جبنه عندك انت موجوده بالفريزر، هاتيها وحطي بقى، عندك تشيدر حطي، عندي كونزاريلا حطي، ما عندكيش دي او دي، افتحي باب التلاجه بتاعتك بيبقى فيه علب كده فيها جبنه ناشفه، افرميها وحطيها على الوش، يعني ايه اتصرفي، المهم حطي على الوش جبن. انا عملت ميكس ما بين الاثنين، بين التشيدر والموتزاريلا، بعد كده خدت البابريكا المدخنه ورشيتها على الوش، بس يا الله على الجمال، تحفه. بصوا بقى الجمال لما طلعت تحفه يا جماعه، رهيبه رهيبه رهيبه. طبقه البشاميل من فوق مع طبقه اللحمه مع طبقه الكوسه والكريمه الجميله، خطيره. قومي اعمليها، انا نفسي دلوقتي صراحه قومي اعملها، الحمد لله عندي المقادير، هقوم اعملها تاني. طيب الفيديو دوت بقى الجزء اللي جاي ده هديكم فكره كده جميله، شايفين البشاميل الجامد ده، البشاميل الجامد الفظيع ده هقوله لكم برده وصف، وبرده هديكم نصيحه للبنوتات، لو انت عندك امك متوفيه او باباكي متوفي، او عندك تعبانه، عندك حد تعبان، عندك مشكله، عندك حاجه، جماعه اعملي حاجات من دي بسيطه مش هتكلفك، انت اقفي اعمليها وتصدقي بيها، صدقيني هتكسبي خير كبير قوي عند ربنا، وهتوصل لاهليكم ويفتخروا كده بيكم، يبقوا فرحانين بيكم، يقولوا بنتي بعتالي، ابني بعتلي، هيفتخروا بيكم. وحتى لو ما كانش مصدقه لحاجه زي دي، برضو انا هقول ان انت اعملي صدقه دي وخلاص، وخليها على الله، وربك ان شاء الله هيكرمك ويوسع رزقك ويسترها معاكم احسن ما انتوا تروحوا الناس وتجيبوا منهم اكل وتخلوهم يعملوه لكم، تمام كده؟ فانا بس عاوز ادي النصيحه في النقطه في الجزء دوت. طيب هتجيبي بقى ايه المكرونه بتاعتك، عشان نعمل مثلا مكرونه بشاميل، هتسلقيها اي كميه انت عايزاها، وفي جدر كده هتحطي معلقتين كبار قوي من السمنه البلدي، وفي الخلاط هتطحني، تحطي طحين و2 لتر من الحليب مثلا على حسب الكميه انت عاملاها، كل الجبنه اللي عندك حطيها نفس ما قلنا في الكوسه، نفس الخطوات بالظبط، وهتحطيهم وتفضلي تقلبي، وبعد ما تخلصيها هتنزلي عليها بقى بكل الجبنه اللي عندك من الموتزاريلا او التشيدر او اي نوع عندك. طيب انا برضو هنا عاوزه شايفين بتمط ازاي، احلى بشاميل للطريقه اللي انا بقولها لكم دي الجامده، واحسن لكم واسهل لكم من اللي تحطي السمنه وتقلبي والكلام ده كله. عاوز اقول لكم على كل لتر حليب هتحطي 3 معالق كبار من الطحين في الخلاط. عندي بقى اللحمه المفرومه تتعصق عادي، لحمه مفرومه مع البصل مع التوميتا مع المعجون، فلفل اسود، ملح، هيل، درسين، وتفضلي تقلبيها بس كده، تمام. اول حاجه تحطي البصله وتحمريها، بعد كده تحطي اللحمه المفرومه وتحمريها، بعد كده تنزلي عليها بالمعجون والطماطم والفلفل اللي عايزه تحطيه، الوان او ساده او اخضر، هلبينو، زيتون، اللي عندك حطيه على اللحمه. ممتاز، انت كده خلاص عرفتي عندك اللحمه المفرومه اتعملت فيها ايه او اي حشوه. اسمها ايه دي، البشاميل بتاعك زي ما انتوا شفتوا كده سهل، على كل لتر حليب هنحط 3 معالق كبار طحين، واي نوع جبنه عندك مع روب وقشطه
وكمان اوريجانو وفلفل اسود وملح. بس كده هتبداي بقى تحطي المكرونه وتحطي ما شاء الله تبارك الرحمن الله اكبر، تحطي مكرونه، تحطي اللحمه المفرومه، تحطي البشاميل ودخلي على الفرن، هيستوي ويبقى بصوا منظرها تفرحي كده وانت بتعملي الحاجه، اضحكي وانت بتعملي الحاجه، ما فيهاش تعب خالص، والله ما بتتعبي. لو حتى انت عندك عزومه تقدري تعملي المنظر ده، ويبقى كل واحد عنده قالب بتاعه وسفري وقرمي وخلاص، او في طواجن فخار. وبس كده فكرة اعتقد انها تكون وصلت لناس كتير، وتكون حتى لو انت عندك عزومه تقدري تعمليها في رمضان اعملي، وانت بتعملي بشاميل بتاعتك الطاجن بتاعك اعمله من 10 قوالب، 5 قوالب، 3 قوالب كده، وطلعيهم قبل الاذان. تمام؟ طيب تمام، دي برضو فكرة تانية، تقدري تجيبي كده اللحمة بتاعتك الكمان انت عايزاها على فكرة سوا كده، او حتى لو عندك عزومة يعني. بس دي طريقة سريعة قوي وسهلة قوي، اللحمة تغسليها وتكون اللحمة ما تكونش عريضة قوي تخينة، تكون الحجم اللي انتوا شايفينه. وهتجيبي بقى كده صاجة بتاعت الفرن الكبيرة قوي بتاعت الفرن، وتحطي تحتها قصدير وتحتها ورقة زبدة، وبعد كده تروحي حاطه اللحمه بتاعتك وتحطي عليها بصل كتير مبشور وطماطم حلقات وتوم حلقات ومعلقتين ثلاثه كبار سمنه وكل البهارات اللحم اللي عندك، وادعكيها حطي على الوش بطاطس زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر في الاخر، وتدخليها الفرن، تغطيها بالقصدير اول حاجه ورقه زبده وبعد كده قصدير وتدخليها الفرن، هتبقى عملتي حاجه اسمها ورقه اللحمه بكل سهوله. بس كده عندك جوزة الطيب هتبشري عليها وخلاص، بصوا منظرها الله اكبر. بس وغرفي بقى وعيشي، او لو عندك عزومه طلعي الصينيه دي بالمنظر ده كده في نص الترابيزه وهتحطيها، هتبقى جامده جدا، تدخليها على رمضان والعزايم والخير والحاجه بتتعمل بزياده عشان الناس. تمام؟ وبس كده، عايزه بقى تعملي منها كميه في يعني، عايزه تطلعي حاجه لله هتبقى سهله حتى عليك، ان هي تبقى هي قالب كبير مره واحده اتعمل، وهتبقي انت تتحكمي بقى ان انت توزعي براحتك. ماشي؟ يبقى احنا هنا اتكلمنا على طريقتين، اذا وانت عندك عزومه هتقدري تعملي المنظر الفظيع ده، وتبقى هي بس دي كده تتحط كده في نص السفره ومعاها كمان الاصناف الجانبيه المحمرات. لو انت هتعملي يعني تطلعي لله اعمليها بقى في علب، تحطي الرز حطي عليها الكلام ده وتوكلي على الله بقى ايه يطلع لصاحب نصيبه. يا رب تكون افكاري عجبتكم، ما تنسوش دعوه لامي حلوه. لو انتوا استفدتوا مني باي فكره نتقابل فيديو جديد، يلا بسرعه اعملوا متابعه عشان اشارك معاكم احلى الافكار واحلى الوصفات. السلام عليكم.